انا قلت لهم هنسكم تمام كده، هنعمل ايه في قولة بكرة؟ ورب انكم متحصروا. كروان ازيك؟ انا عاملة ايه؟ تمام، كيفك؟ شو اخبارك؟ بخير انت عاملة ايه؟ انا تمام. تلعب شولة؟ يلا نلعب. شو مالك اليوم؟ باين عليك زعلان. لا مش زعلان، مين قال لك كده؟ ابعد. انا فرحان، انا عندي جولة رسمية. عندك جولة رسمية؟ متى؟ ابعد ابعد. انت بعت الناس يا ماما. نو، مش بعت لحد، انت اللي بعت. في ناس ببعتوا لك اشي؟ ايه؟ اذا في حد ببعت لك اعمل له ديكلاين. لا لا ما حدش بيبعت لي. طب استنى انزل واطلع تاني، هتشغل خليها هنا ما تحطهاش في التلاجة. هلو، تمام كده حلو. يلا تمام. عندك جولة رسمية اليوم مع مين؟ بكرة الساعة 12 فيليب باب يا بيت. مع مين؟ فارس بكرة. ايه؟ مع مين؟ مع مين؟ ضد مين؟ مع عبد الله عشان تيجي تتعاميني. مين عبد الله؟ واحد من الامارات. رح اجي قدامك بقلب يا حبيبتي. انت كفايتكي بس كيتك لوحدها طعم، قسما بالله يا عمر. بس كده يا لالا، كيتك بس على لايف. والله 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 رح اجي ورح اكون موجوده ان شاء الله. يا قلب اخوك الله يسعدك. مين اللي بتعيط فيه؟ ابن اختك. طب اتلو ببرونا، اتلو شيبس. ايه؟ في التليفون كمان شت. يلا يا شباب شير شنك، سبعة تكبيسة، ألف ونص، 2500 وتلات تكبيسة. ملك يا لالا. يوسف ارحب يا الأسطورة. وينك؟ استنى بدي نشد يا شباب، نشد تفرمش حلو على الجولة الرسمية. يوسف ارحب يا الأسطورة. وطي الصوت نادين. زمان عنك يا يوسف، زمان. الكل يعمل فور يوسف جايز. ورود منحوش لبكره يا كروان يا حبيبي. اخوك كفايه وكدك، والله انت انسان عسل. مش عارف هعمل ايه عندك كمان جوله، بس شكلها هيبقى وحش قوي. فريتك الجوله الرسميه بكره الساعه 12 يا شباب. ورد اللي هيبعت ورد هتشوف. ورود احتمل سيرتك يا قلب اخوك. خمس وردات ولا اشي. اللي هيبعت وردة هطيف. ورد عاش. أربعة راح الدبل. شو معنى الدبل؟ بدي أحط أغنية. بدي حبيب أخوك كمان شت. أنا يلا يا شباب احتمل سيرتك يا قلب اخوك. بكره يا كمان الجوله بتاعتي يا كمان. ان شاء الله هتخسر. ليه كده؟ انا مش عامل كتم للكلمه، بس ليه يعني قلته كده؟ حرام عليك، قسما بالله التعليق ساعه عني. يعني ان شاء الله هتخسر، قسما بالله الكلمه ساعه عليك.
جايز كلنا تكبيس كلنا تكبيس الجولة ما تروح تكبيس. Perfecting your swing is hard. Nice shot, man. Love it. I'm a sucker for a human. يوسف رجع نور اللايف وإن شاء الله يضلوا معنا وما يتركنا. كروان أول ثلاث عشرات فوقوا. جايز الكومنتات يوسف وقلوب كروان أول حكم. اهتم بسيرتك كله وشيف وأخويا والله ما قصرت. أبو أختي مش رخي الثاني بس شكرا كله يتشوف يا شباب. اهتم بسيارتك مش بسيرتك. يا الحرق فين اهتم بسيارتك ف كروان أول حكم. أه يوسف أحبك شو بتكسف والله عشير والله العظيم ما شعرت لحد الله يسعدك. هي كاولة الساعة 12 تعليقات كلها على الكاولة الرسالة الساعة 12 وكله يشوف الراجل الكدعته كروان. لا أول حكم ولا أحكامك حق. Do it profile يعني إيه؟ قطعت صورتي بدل صورتك يا حبيبتي. انت صورتي كده كده في قلبي يا حبيبي. اهتم بسيارتك كله وتشوفها كمان. انت من احلى كروان دخل. اسمع احكي احكي اللي اخذت الصدمه بس احكي بالاول قبل ما تاخذ الصدمه يوسف. اوكي خدت صوت بقى. لا قبل ما تحكي نو اعملها زي ما انت بتعملها في الهاي. ماشي طلعت لي بقى من قوه طلعت لي بقى من قوه خدت صوت بقى لان انا خدت صوت بقى. كفو منك كفو. يا رب بكره نسفني واكسب الكوله. حوش له كفو فيز. يلا دخل حد. ماشي انت لسه فاضح حالا يا محمد؟ ايوه. عامل ايه؟ لسه انت بعت لي دلوقتي حالا وانا فاتح. يا اهلا بيك. ايش الاخبار يا لارن؟ ايش الاخبار تمام؟ حازم. الو ايه ده؟ هلو مستر شوان، هلو مستر احمد، هلو مسز لارا. ويلكم ويلكم حازم. ويلكم ويلكم هاو ار يو؟ بكره يلا جوله مختلف اوكي؟ احمد جوله كل جوله بحكم اوكي؟ اوكي اوكي. يا جولة واحدة everything is good. اوكي. الشاشة أصدقائك كلهم ما يعديش، الشاشة عنده وعنده كروان يا أصدقاء. تكبيس تكبيس. كروان أحمد جولة واحدة. مو. أهلين مو. حاسم. نعم. مستنيك يا حاسم بكرة ها؟ جولتك إمتى يا كروان؟ الساعة كام؟ الساعة 12. معلش. أبشر. انا ما قلتلكش مش لازم تيك عشان كده لازم تخش لاخوك. واشير لك عندي على جروب التليجرام يا حبيبي. اخوك كفايه وكودكم بس يا كمان قسم بالله. الجوله ليك يا كمان ما تقلقش. الجوله ليك احمد. شو رح تدعمه كروان؟ ايش؟ شو رح تدعمه؟ مين اللي شتمني امبارح؟ هتشوفي بكره مين اللي شتمني امبارح. ده انت هيجيلك زغلول من اللي هيحصل بكره في اللايف بتاع كروان. يا حبيبي انت مش عاوز حاجه كفايه وكوتكم بس. هو انت كروان هو انت شتمتني امبارح؟ يا عم احنا كنا بنلعب يا عم. في ايه يا عم انت؟ في ايه يا حاسم؟ برب العزه يا كروان 5 جنيه طايره بكره عندك في اللايف وكمان 5 جنيه و10 جنيه و10 جنيه كمان. هو انت استنى استنى هو انت بتعمل حوار عشان ما تجيش؟ لا والله اقسم بالله. اسمع بس كروان كروان انا هدم عنك بس بشرط. انا الناس كلها طول. بتقول لي ان كروان شتمك امبارح بس طالما انت جيت في وشي وقلت عيب عليك ما انتش ديدك فيني. هم بيسلطوك عشان ما تجيش يا كروان. بطل كذب يا كروان. قول له اللي انت شتمته امبارح يا كروان. ليه يا كروان بتكذب؟ اقعد لا ولا اقعد انت يا شباب. ليش يا كروان؟ يلا روح اعمل لك كوبايه شاي. جايز ورود. هعمل لك يا حازم. هعمل لك يا حازم. هعمل لك احلى كوبايه شاي. ابشر ابشر.
الشاشة يا أصدقاء. ورد. الشاشة يا أصدقاء. اللي حيبعت وردة. حطيف. بقول لك إيه. بقول لك يا لورا أنت عارفة إن شيرهان دخلت معاه من شوية قالت لي جوزي مات. اللي كان هتتجوزه النهاردة. بقول لها مين؟ قالت لي تقريبا كروان. حرام عليك يا كايا. ايه الكورة عيد. شيرهان كانت تتجوز فجوزها مات فبتحكي إن هو كروان. اوه ماي جاد. حرام. جايز الجودة. طيب. مع بعض يا الشباب ها؟ مع بعض. ما يتخافش علينا عشان احنا اللي تخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا. يا ابني حلوة اسمها متغاز عارفتك يا من متغاز. يا كمال احنا كده هنخسر وش بكرة. ليه ليه يا كروان؟ هتلاقي الناس بتحوش عشان بكرة. لو ما نزلوش النهاردة يبقى نزله بكرة. لا انا عاوز اكسب الجولة تي. ما رح تكسبها كروان. ليه كده يا لالا؟ لك يا لارا لارا عندك كده يا بنتي. لانه انا رح افوز. لارا عندك قفازة لارا؟ لا بحكي هاي. لارا عندك قفازة؟ اه عندنا قفازة. اوعوا القفازات تحوشوا حالي. معاك كم قفازة يا كروان؟ ونعمل ما بعرف فيه كم من اليحن. اسألهم هم اللي عارفين. اسألهم. دايموند ووكم جايز انتظر ما تقول بابا ده انا ما قفلتش عشان خاطر الملاحه اقفل عنك عليك انت الشمام. انا نفسي تمسكي لسانك ده وهتبقى الامور طيبه والله. اه والله العظيم يا ده ارحبي تكبسه فين يا كمان؟ هدي بلا جماعه ده ده هدي بلا دبل اشتكي من التكبيس. حرام عليك الدبل الدبل. عاوزين عاوزين نربح. نشت يا شباب الطبل يا شباب اللي معاه يا جماعه دي انجل الكرامه ما لهمش لازمه اللي ما قد 900 ما لهمش حاجه يا اخوان. يا اخي تقول لنا بشيء خضراء نبيع حما عربيه من اللي بتجيب يا شباب عربيه من اللي بتجيب 1000 900000 نقطه مش كده يا اخويا شباب شباب عربيه من اللي بتجيب 900000 نقطه اخويا عنا على السلام يا اخويا يا نهار ابيض تم الاقتراع يا جماعه ايوه كده يا وديه انا خمس سنين ما فكرتش اعمل جوله رسميه في يوم تخيل ولان التيك توك بعت لي وكل الناس سعيد قلب البط يا نهاري ابيض حبيبه قلبي يا حال انت يا جميله كمان شت الجوله بطه ما نوقفش على الطبل يلا دبل دبل مع بعض دبل 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 مع بعض يا اخوان دبل مع بعض مع بعض يا اخوان دبل دبل ليه انا ما بحبش اعمل جولات رسميه انا بحب الدعمين الدعمين تعالي يا وانا عندي طب ما كده كده الدعمين بتدعمني من غير جوله رسميه لا دي معنى في الحب وكره ان شاء الله رسميه ترى بقى مفترية بقى طمعة قوي والله تسلم الله عليكم يا اخوي جون 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 اذهبوا يا اخوان ما بعد ما بعد ابا حمود ولكم من اول على الطلاق اخويا اللي امي وابويا ما كملتوش
اخويك قطع يا عم قسم نزل عند القفاز يا جماعه ما بعرف في الخفاز من عندي من عندي يا جماعه نزل عند القفاز ما بعرف من عندي من عندي في الخفاز يا اخويا القفاز الجول الجول مع بعض يا شباب يا جماعه هتبل في اثنين خفاز نزل عند القفاز تكبس مرة قفاز ثاني جماعة مرة جماعة الجولة مع بعض الجولة الجولة مع بعض مع بعض شكرا جماعة مع بعض جماعة مع بعض قفاز 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 قلب الله يعزكم الله يعزكم والله العظيم الله يعزكم الجوله ما تروح القفاز اللي يروح يا جماعه القفاز الله يعزكم مع بعض يا اخواتي الجوله الله يعزكم الله يعزكم ما تروح حلاوه الروح خد تعالى وانت بتعمل ايه في اللايف على الولية تيار انا ولية ازيك يا سيد المالك كنت بتعمل ايه ما كلمتهاش يا كروان اقول لك على حاجة خالتي دي بتحبني والكلام ده وانت عارف كنت قاعد بتحس نفسك كده ليه امبارح ما كنتش الفيتشو في الاكسبرون فيديو ايه وانت عمال تعمل كده ليه يا والله ما عملت حاجة فيديو ايه فيتشو وربنا انت مبعوت لي ابعتولي كده ابعتولي سيء 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 ما تاخدش على كلامه سيء بقولك يا محمد الملك بتكلمك احا هي نزلت ليه ليه كده يا كروان بتقلب فيديو ايه يا كروان ورولي فيديو ايه ده ولا اعمل لها انفورو طب ليه يا كروان فين عملت ايه انت ما شفتش يا ابني اتحصرت بيقولوا اتحصرت ليه ليه هي قاعده فين كده انت اتصلت ليه يا بنت ما اعرفش انا لقيت نفسي طرت معلش انت قاعده فين يا اختي انا قاعده في كفر بسم الله ما شاء الله بارتيش الفستان من امبارح انا شفتك في مصر في كافي برضه عند فين يا ابني الفيديو ده انا هنا في الامارات خلاص بقى اسكت يعني ابنك مشرفك يا كروان مشرفني انت كنت بقول لك ما كلمتنيش يعني يا كروان ها بقول لك يا كروان الايام الجايه ولا فيها راحه ولا فيها اي حد يا كروان وانا يا خالتي جاي زي ما انت كنت قلت لي هتغني والكلام ده خلاص جاي في الغنى يا رب او ربنا او قسما بالله الحمد لله ربنا يخلي بس عايزين نقف جنب كروان بكره عشان عنده مسابقه امتى المسابقه كروان انت مين قال لك عليها يا اخويا ما انا بقف جنبك يا كروان انا بقلبي لو ورديتين معايا اروح ارميهم لك يا اسطى يا حبيبي يا خالي كفايه وكوتك عمري ما حبيبي المسابقه يا جماعه الساعه 12 بالليل بتوقيت مصر مين اللي ماسك المسابقه؟ مش عارف توقيت الامارات الساعه كام يا محمد اللي انت عارفه اللي انت عارفه عمري في حياتي ما حبيت حد قدك يا كرام بس انت بتعوضني وما بترميش حاجه حاجه ارمي لك اسد ابشر ابشر وغلاوتي عليك لو ربنا كرمك بكره هتيجي ترمولي عندوش عيال عندوش عيال 19 ورده عنده وعند الملكه الرجوله وكان عامل كده انت يا ملكه في ايه؟ ايه؟ قلب 100 ارحب 19 ورده عنده وعند الملكه ورد قول للحياة وانا انت قلت لي النهارده هاكلك كام ورد ورد الهي جبتك ورد ورد عنده عند الملك يا اخواتي بقول لك ايه ما تروحيش كاتبنيش ها قلت لك انت اللي كاتبه البايو بتاعك ورد اللي هيبعت ورد حطيف ورد عنده عند الملك ما تفتحش الباب اللي هي ملكه اه 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 انت اللي كاتباه؟ اه انا اللي كاتباه منورني يا لب ال 35 يا سكر انت ده حسابي الصغير انا ليا اربع حسابات تانيين
حساب الملكة وفي حساب كذا حساب تاني. يلا روح. بس انا بقول لك انت اللي كاتبه البايو. بناتها مرة المفروض اسمع يا زلمة حلمك وحلم امك عدى حدودك انت في القاهرة يا رشروش؟ لا انا في دبي. يا رب تجيب السلامة في دبي دلوقتي. البلد بتقطع قلب. إيه؟ حاليا كنت في دبي دلوقتي. حاليا فين؟ عجمان. ما شاء الله. انا ساكنة اساسا في عجمان. طب فريد عاملة ايه؟ ايه؟ والله يا شباب من الشد احنا نايمين كده ليه؟ الله بينزل ليه؟ صلى على النبي. يا شباب عايزين نكسب الكروان. يا جماعه انا في ناس بيبقوا عايزين قرايه ابراج فبقرا لهم ابراج ريحهم. شباب توحى ويلكم بيبي. طاروت وابراج مع بعض يا قلب اخوك تفاو روتك يا عيني. تاكل ايه يا كروان؟ بقول لك رشروش انت برج يعني فاهمه؟ تمام كله تفرق من 35 حته في السكرته اللي هو يعني نقوله ممكن دلو. ليه للقحفله؟ انا برج الدلو؟ او ممكن صور. ايوه انت برج يعني امشي انا يا كروان عايز حاجه؟ انت ترابيه ولا ناريه الاول؟ ما تخليه لا ترابيه ولا ناريه مائيه. ماشي استحال ما هو مائية استحال 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 والله ما قصرت. شكرا 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 أخويا الخالي وربنا كرواني اللي وحشاني يا قلبي كرواني اللي وحش يا عمري. عاملة ايه يا سارة وحشتني قصة بالله. يلا يا كرواني حبيب قلبي شكرا انت كنت بتجيب في سيرتي في كل حاجة حلوة. كنت سعلان عليك قلبي كان بيتقطع قسم بالله. لا ما قدرش انا على تغطية قلبك كروان شرشورة. عاملة ايه سعلان عليك قوي يا هدى. الابلكيشن ما كانش ليه طعم من كاري. السلام عليكم. نقسم بالله ما كان ليه طعم خالص. عامل ايه يا هدى الشيبه؟ انت اصيل ومصور. ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ انا جاي لك بكره عشان اراطيك. عايز حد يلعب فاير في عيد ميلادك؟ ايه ده؟ انتوا متخانقين؟ زعلان مني شويه. لا لا لا. انا هصلحه. عملت ايه يا كروان؟ قول لي قول لي عملت ايه؟ عشان احنا عندنا يوم 10 9 خليك انت يا كوكو. قول لي بس ما عملت غيابك كان مقصر فيا كام التوه والمصحف. بقول لك ايه؟ خلاص انا مش سامع حاجه من الدوشه دي. يا ساره ابعت لي رقم تليفون. ساره بسم الله ما شاء الله غنيه بس ماكينه كسر حلوه عزمها في قلب فاهم حاجه. والله انا هزعل لما اقول سارة طمنا عليك يا رب. انت انا كنت من الناس المحترمه يا ساره. انا كنت عامل عيد ميلادي قلبي يا سيد. عيد ميلادي 10/9 اجلته 16/9 وعملته في القاهره عشان طالع حازم. اوبا اوبا صراحه فاللي بيجي مراتك هتبقى موجوده؟ ايه مراتك هتبقى موجوده؟ ده قبليه انا جايه. ده مش بمزاجي ده غصب عني. هو الفكره يا ساره ان هو ما تجيش ايدك فاضيه فاهمه؟ لا انا هاجي اجيب بيري واجي ان شاء الله. هي ده طلعت من بيتها؟ لا هي قاعده في بيتها في العماره. بس احنا حوده هنيجي. هو لازم هدايا حوده اليوم ده؟ عادي عادي والله. هي كانت في سموح. يلا العبوا جوله. انا عارف يلا
يا حودة قسما بالله هيجي يوم عايزين بلد على الحرامين. انا قسما انا عظما هيجي يوم وعليها اعمله معاك واعمله فيك. لا لا مش هلعب مع دون، هلعب انا وانت وانا هو اخو محمد رمضان كلمك قال لك انت عرفت منين؟ اخو محمد رمضان كلمك وقال لك والله اقسم بالله ما كانت زعلان منه. اخو محمد رمضان كلمك وقال لك مش عارف قال لك ايه اخو محمد رمضان؟ قال لي إيه انت هتحسر يا حودة يا شباب اقسم بالله. طب ثواني بس رمضان رقمه معايا واخوه معايا. ثواني بس سارة ايه حازم يا حودة من كام يوم لما كروان كان بيكلمني قال لي هيعمل استوديو وبدل ما التيك توك وبتاع ده هيشتغل افراح. الافراح بكام يا كروان اللي هتشتغلها؟ بص عاوز يتريق عشان قلت له على التليفون. لا 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 ب 200,000 جنيه داخل مصر، خارج مصر 400 و500. 200,000 جنيه في مصر يعني انا عشان اجيبك فرحي ادفع فيك انت 200,000 جنيه. اللهم صل على النبي الله اكبر ما شاء الله. طب انا عندي سؤال، المده قد ايه يعني؟ 200,000 جنيه دول بالهندي ولا من غير؟ لا لا بالمصري. ساعة الا ربع يا حاسم. ها ساعة الا ربع ب 200,000 جنيه؟ اللي وانا قليل ولا انا ساي اي مطرب قسما بالله؟ قليل ولا فعلا نخليها قصدي قليل 200,000 قصدي 250. حلوه. اتواصل معاك ازاي على الانستجرام يا جدعان؟ اي حد عنده ديكور ثواني يا جدعان بعد اذنكم ثواني بس انا اسف ثواني يا جدعان. اي حد عنده بتاع الديكور بتاع العيد ميلاد فاير مش عارف ايه اي حاجه تخص الحاجات دي كلمني على الانستجرام. ايوه عايز يعمل عيد ميلاد ببلاش. مش احنا بنخرج ده بيدفع حاجه من جيبه، ده مش باين دفعها في عيد ميلاد نفسه. تعالوا بقى كده على حاجه ساره. ايه عارفه مين هيبقى موجود كمان؟ مين؟ اللي هو احمد. احمد مين؟ احمد ابني يا بكر يا ابني موجود انت واحمد يا كلا الترابيزه اللي انا هقعد عليها انا وبيري هي الترابيزه اللي هتقعد عليها مراتك. بيري عامله ايه يا ساره؟ زي الفل بتسلم عليكم. سلمي لي عليها. هتفتح ان شاء الله كلها كام يوم وتفتح ان شاء الله. طب بابا ايوه بابا على الطلاق اخواتي البنات الرجاله اللي مشرفيني. قلب اخواتك يا عم والله الاحترام والادب والرقره والكتعانه. طب انت حوده ايه هو مين وراك في السوق؟ انا بشوف صورتك بس مين وراك ده بقى؟ ده يوسف اخويا النهارده كان عيد ميلاده. طب انت ايه بتقول عيد ميلاد ايه يعني؟ لا يوسف اخويا 6 9 كمان 3 عشرات تكبس وان شاء الله. هو انت برج ايه؟ انت برج ميزان؟ لا لا زيرو. انت بتقول لي استني انا 6 9 يوسف 6 9 انا 10 9 عم اخويا 21 9 يا عمرو والجماعه 26 9 طب يا عمي الله يعزك على اللي بتعمله معايا مع بعض. الجوله يا حوده يا شيبه اخويا الخال الدبل يا جدعان الدبل يلا يا شباب الدبل فتح. الله تعالى رالي الاسم يا جدعان كفيف كده ربنا اللي انا نعم مين كان سادد مكاني وانا مش موجودة؟ يا مريم يا عمري. ايوه انور حلو اخويا وربنا مهدي يا عمري يا عمري. كروان نعم ايه مشكلتك مع محمد رمضان؟ قول لنا في ضغط لا محمد رمضان مين؟ محمد رمضان مين؟ يا اختي البنات بنوتاتي يا الله يعزك يا استرى ارحم مريوتي. ما في ايه يا جدعان في ايه؟ مع بعض ارحب يا عمري ارحب يا حدى الشيبه سلام من الراجل ده قوي 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 قوي. معلش يا محمد رمضان اللي هو ولا محمد حمضان؟ لا لا انا بص انا بسبب واحد. ما تتكلمش عن محمد رمضان كده عشان بحبه. لا حكر مين؟ ايه ده؟ ساره بابا 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 بابا
هات الشحن بتاع هات الشحن والله يا ثلاث مرات والله على ثلاث مرات اقسم بالله قال يا هاكر يا هاكر يا هاكر يا هاكر قسما بالله حقيقة فروان برضو فروان لا 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 البنت الواد كبلاقص البنت تشعني لا 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 هوب 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 ايه ده ايه ده شعر بيه وانت والله يا سارة معلش ايه ده السارة سورة حقك علي انا اسم اقفضي الكالية حاسم بص على الواتس كده يلا انا لا 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 اعمل لك بلوك انت ده انت ليه لك صورة ده مش هتفك حدا الشبه الله يا هاكر يا هاكر والله حكي لك تكبير تكبير يا سارة كنت هقول لك انا نسيت اصلا كويس ان انت نسيت عشان هنسيك دلوقتي كل حاجة انا اوريك والله نسيت كنت هقول يا ربي حشيش قرفة شكرا 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 يا اسطورة والله مش شرفت يا اسطورة قال لي ايه قال لي اغلط في اسمك ده لا ما قطرش سارة انا على طول بسأل عليه كنا بنتكلم على محمد رمضان ياللي انت قلت على الطلاق لا اعمل لك فرق احلى فرق انت قصدك على محمد رمضان الممثل ولا محمد رمضان ده لا انت كده هتحصر انت بتقل مني محمد رمضان الحقيقي طب يعني محمد رمضان الحقيقي زعل اللي انت عملت له بلوك كلمك من تليفون اخوه انا بلغته قسما بالله طب انا عايز اسال بس يا كروان هو انت دخلت مع هاجر قبل ما تدخل معنا لا بس امبارح كان في حوار معاه انت كنت بتفكر فيها من امبارح لا يا الحرج أيوة. قبل ما انام الوقت ايه اللي حصل امبارح مخليها مش راضيه تطلع من دماغك لا الوقت اشتررها بس لا بلاش وانا ادخل على اللايف كده يا ساره ده بجد انا شفت فيديوهات بس ده بجد وحياة ربنا والله عرض حولها اي والله بس بقى امي بوظ الدنيا اكتر الله ينور يا كروان يا حازم انت شاسله انت بعت لي بحبك ده حب محبه تصدق انا غلطان بصوا يا جدعان حوده شيبه بقى بعت لي ايه على الواتساب لا ايه ده ايه بحبك دي يعني محبه لا حبيبي اخويا بتاعي يعني يا صاحبي ما احنا اتكلمنا بتكلمنا ساعتين في حاجه رديت عليك في حاجه انت على الاقل يعني يا حوده ما غلطتش في اسمك مثلا وقلت يا جاكسون لكن كروان يغلط لساره ويقول لها يا هاجر يبقى كده في حاجه غلط لا والله جاكسون وهاجر ايوه ايوه هو جاكسون اللي جايب اللي قبلها البتاع طب الانجليزي اسمه بابا جاكسون يا ابني خلاص بقى اسكت بقى اسكت انا مالي وانا اللي انا بقول محمد رمضان يا عم ما خلاص يا جدعان خلاص اصلا ما ينفعش يصير في حاجه شبه كده بجد يعني هو لو بيهزر الولد ده هو اصلا ما ينفعش يهزر في حاجه شبه كده طب بنت قعدت تعيط وطبطب عليها في اللايف يا بنتي واكلمها وسعلانه لا بجد انا زعلت دلوقتي والله انا بحسب هزار والمصحف لا بس بامانه هي اللي سمحت له يعمل كده فيها هو الراجل قال ان هو عادي كان جاب الهديه وطالما هي زعلت اكنه كان جابها لنفسه فخلاص وقت الصدفه بقى لا اله الا مش قصدي مش قصدي مش مش يعني هو بيحاول يصلح الغلط لبس على بس انا عايز اسمع بس اللي انت قلت له تاني هو بيقول يعني ان هو جايبها يعني هو بيقول ان هو جايب هو قال كده بجد ما انا من فين تعالى طب ما انا بسوش ليه في اللايف ايه يا ربي انا ليه متخيله بابا جاكسون كده يا ربي ليه احنا متخيله كده في الدنيا ده اربع خمس مرات بقول لك ايه بقول لك ايه انا متخيله هو براسه وحركاته ايوه لا عارفه بابا جاكسون انا متاكده والله العظيم والله العظيم بابا جاكسون ده غلط مش قصده هو مش قصده اكيد مش قصده حاجه عيب حد عنده في البيت ولا الكومنتات دي بجد ولا بيهزر
لكن عم حدش يعمل لحد من يعني على هادي ده دابل ده يا جدعان يلا 500 يا جدعان يلا يا عالم دابل اللي معاه ورده يرميها على قلب الميه شير دابل دابل تعالي ايه ده انا خدت تحذير تعالي ماشي ماشي سماع اللي معاه قلب الميه دابل 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 الربعي ما خدت تحذير لا لا مخدتش تحذير، بس دخلت تحذير كان جالي لحظة جالي 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 ما في فيلة تلفون على فيلة تلفون. علي. في دوا بين. علي. علي. فيلة تلفونك ده علي فيلو علي فيلو علي ما صدقناش علي. لا عليك لا عليك والله. أنت كروان ما قلتليش بقى رأيك يعني في اللي حصل ما بين هاجر وبو جاكسون يعني. أنت. ما خلاص حازم بقى ما خلاص بقى خلاص. أصلي يعني حازمش خلاص خلاص هو فعلا خلاص. خلينا بموضوع محمد رمضان. اه موضوع محمد رمضان ده حلو ايه ماله بقى انا كنت جالك النهارده اقسم بالله محمد رمضان كروان عمل فيديو وهو ماسك ازازه بيبس كروان ومليها ميه وبيقول له لا يا جماعه لا يا جماعه ما حدش يشرب كوكاكولا كمان فمحمد رمضان زعل منه ازاي تتنمر عليه ايوه لا احنا العرب ايد واحده الاثنين الاثنين نجوم محمد رمضان نجم وده برضو نجم ايوه صح عملت له بلوك دخل كلمني النهارده انا بلبس كنت جايلك في الطريق بطور العربيه لقيته بعت لي مسج من رقم اخوه بيقول لي انا حامل في الكاسه وكاسه وكاسه انا مش عاوز اطلع صوته والله العظيم بجد حصل ايه حاسب احنا على مين ولا ايه حد بيشتغلك اتفرج اهو استنى اسمع صوت محمد رمضان اسمع محمد رمضان ييي التليفون فصل سبحان الله شغال كان شغال والله كان شغال خصما بالله كان شغال ايوه معافل كان بيقف يلاحق كان بيقف ابو علي اللي منورنا يا حسين يا حسين اقول لكم على حاجه جدعان والله العظيم الكروان بدا يا محمد يا كان بيقفل محمد رمضان بيكلمني بيقول لي انا هعمل لك محطه اعمل انا ما بخافش من حد ايوه سلام بقى يا شباب محمد رمضان بيحددني عشان تلاقي تدفعت انت معاك فلوس تشتري مين اللي جابك ده ابراهيم عامل لي اعلان كوكاكولا فين الوصول تعال سلم على ساره رمضان احنا مقدين زي بعض مصريين ابراهيم مش فاكرين بعض هتطلع سلاحك وعامل تمك محروق ورايح تعمل لي اعلان يا شكل هلعبوا الفلوس معاك ملايين عاوز ايه تاني انا عملت له بلوك دخل كلمني من رقم اخوه وبسببه مسكت في واحد ما تمشي عشان بيقول انا انا يا محمد رمضان كنت متوتر يا جماعه والله ايه عم كنت ايه بس يا شباب كنت متوتر والله متوتر بقول لك كمان انت محترم ملتقط فيها اقولكم مين طب انت بتقرا لي ايه حدا يا شباب معلش مش قصدي هو ايه اللي مكتوب ايه المكتوب كاتب له ايه كاتب له ايه استنى شوف على الاحتياطي اول كومنت يقول لك بعتلي بالله عليك بعتلي بالله عليك عايز اشوف اخي بتبعتوا بعد كمان شفت شروتك كتاب هكتب عليكم لينك اه بعتولك حصل يا سارة والله حصل والله بيقول لي انا هعمل لك محتوى انا ما سلام بقى راجل السعيد شو سلام قول لي ابعت لك الفيديو يا موبايلي الثاني فصل
بسأل الشحنة بغا سمواتي. بصي في الكومنتات هتعرفها. جدعان قولوا لي قولوا لي ايه المكتوب؟ أعلى خط في الدنيا كلها يا جماعة أنا. الكمية؟ خلاص. بيقول له كروان استنى. أقول لكم أنت كروان؟ أقوله أقوله عادي. كروان انت محترم وبتاخد فيها ده اول كومنت. امسحها كروان امسحها بجد والله. بص صلى على النبي يا حوده الشيبه، لو بصينا على الحاجات السلبيه هنقف في مكاننا ومش هنطلع السلم. جدع لو سيبنا الحاجات السلبيه هنطلع السلم وهنبني العماره بالمسامير بتاعتها. بالايه؟ بالمسامير بتاعتها. عمارة انا عايز اسال بس يا كروان سؤال صغير، انت ايه الفكره يعني اشمعنى دلوقتي؟ ايه ترند بقاله كتير بس انت ليه دلوقتي رحت طالع فجاه وانفجرت كده بكل حاجه؟ عشان يا ابني انا عامل مسلسل معاه. انت عارف انا عامل مسلسل مع مين؟ انتي؟ اه والله العظيم. ايوه متفكر انت شايفني قليل ولا ايه؟ الضابط يا جدعان الضابط يا جدعان عايزين ناخده في الفوزات. مع مين؟ فيلم مع توم كروز ان شاء الله هينزل كمان 10 سنين. عسل عسل انا عامل كفر العمده مع عسل 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 حط الشعر هنا. كروان راجل جدع وايه يا نهار اسود. اه لا انت اوعى تقولها. طب ما تمسح الكلام ده. ما انا بقول لك بص هقول لك حاجه، اللي هيخش عندك على الفيديو هيلاقي الكلام ده هيكتب لك كلام زيه، فبلاش تحط خلي الكلام ده موجود. ما انا ما عنديش وقت يا ساره ان انا اقعد احمد اقعد امسح. عارفه لو انا فاشل يا حبيبي وصلت كده يا ابني في الكومنتات والله عندك اهو. ولا خالي ممكن تخلي وجودي شويه ليش؟ ايوه صح. ايه معانا بسكويت يا حدى الشيخ؟ طب امسح الكلام ده من عندك يا ابني انت. ما انا ما عنديش وقت امسح الكلام ده. هو على هواه بيفخم. يعني ايه بيفخم؟ طب هو ماله بقى؟ هو ماله اللي قاعد كمه بيقول براحته عبده اللي بيقول لا عبده يجيبك من دار السلام. بص الكات ده هيجيبك من دار السلام متكتف ده. طب اقول لك ايه، انا مش من دار السلام. اسلام 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 صاحبي اسلام 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 صاحبي مش علي علي عبد عالي حدا الشيبة. انت دخلت جيش؟ اه خلصت الحمد لله. يعني خدت معفاة يعني؟ لا كنت معفاة ان شاء الله خدت الشحاتة. الله حمرا. بص انت كلام برضه كده. لا هو انت خدتها يا اخويا الشحاته الحمراء؟ لا هو ما لا هو لسه هناك لسه. ايه تعالى بص انت شوف وشه وبعد كده ما تتكلمش. اه ايوه اخويا على الطلاق شفت يما 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 اخويا يا عم. ايوه اظبط الشنب ده مش على فراغ. اسمع مني. ايوه عسل يا شيبه. ايوه حبيبي قلبي ايوه ركعتك نورت التيك توك يا صاحبي. ايوه خلينا في ساره وحازم وحوده هنا كده قاعد. ايوه اقول لك يا جدعان قولوا له انا كده انا جالي التحذير لسه موجود على فكره، يعني لو جالي حظ ممكن التحذير ممكن يجي لي حظ ولا لا. ايوه ايوه حوته راستر صح يا بابا احنا نسينا راستر يا بنات. سارة سارة بجد كرواني يوم السنة كل عرض اخوكي. انت شفت الكالية تيك توك كان مطلم ومالوش طعم من خريج نهائي. اول حاجة انت بنت قمر وعسل وركعت بيري بقى ان شاء الله. انا قسم اسالي حاسب على طول بكم في سرتك. انا عارفة والله من غير ما تقول ربنا يخلي عشان انتوا بنات محترمة. شكرا شكرا يا كروان. ويومكم سي الفل جميعا. خدها الشيبه اخويا العش انت سن في اسكندريه. يومكم سي الفل اخواتي. السلام عليكم. يا كده البنت تبقى عشقها بعشقها. بس ما قالتش كانت مختفيه ليه صح؟ يا عم اسكت. عاملة ايه؟
ايه عايز ايه يابا؟ عايز ساعة بقول لك عاملة ايه؟ انت بالك ومالي يا حبيبي؟ كلمي عادي. مين اللي بيتكلم ده؟ بس عشان ما اخدش حصري بسببها. ده عمك ده. عمي؟ عمي مين؟ ابراهيم. هيمة ازيك يا هيمة؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا ابراهيم. خطيبي مات امبارح يا ابراهيم. لا والله. تاني؟ بيقول لك الف مبروك. ما عادش قدامي غيرك انت. اتكلم يا ابراهيم. مين؟ غيرك انت. انا؟ ده انا مرت على وش ولادة. انت متجوز؟ خلاص. وانا حبيبتي نفسي ترجع لي مش عاوز حاجه تاني. مين جاي؟ ترجع لي انت يا حبيبي. لا 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 انت معايا ملكه اميره يا ابراهيم. ايه والله يا ابراهيم لو خليته يحبني يا ابراهيم لاجيب لك ايس كريم. مبسوط انت بتحب الايس كريم؟ لا لا طب راح انت ليه بيحب الايس كريم؟ يا سيدي هجيب لك يا سيدي بوكي ورد، هجيب لك ساعة الماس، وخلي كرواني يكلمني. سيد الخطيري منورنا يا عم السيد، شفتوا يا شباب؟ الشريحان. نعم. نفذت الجولة تقول ربنا ما نفذتك ثلاث أحكام. ماشي. شدوا يا أصدقائي كلنا مع بعض. نورت يا شباب. مع بعض مع بعض. يلا عشان نحكم على كروان. ثلاث احكام هو قال ثلاث احكام. انت قلت ثلاث احكام عشان مش هتتحكم اصلا. ما تعرفيش تحكميني. ليه يا حبيبي؟ انا لو شيرت وربنا يجوا كلهم دلوقتي يشيصوك. شيري. بالدبل. انا سبت كل الناس عشان خطيبتي. احمد منور يا احمد. خطيبتك مين يا عم؟ ما تسكت تلمي نفسك شوية. كل ما يجي يشوفني يقول لي خطيبتي خطيبتي. لا انا حاسس ان هي هترجع الايام دي ما اعرفش ليه. مش هترجع خالص. هترجع لحضن خطيبها. ايه؟ ابراهيم سلطان من نابلس. كمان شلت شروتك بيس. مالك يا بنتي؟ مالي بجيبي؟ بإيه؟ أصلك أنت يعني مش كل ما تيجي تشوفها تقول حلوة 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 وهترجع لي يعني، دي معفنة. لا 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 كده أسأل كده أسأل والله. ما تزعل يا حبيبي ولا تشرب من البحر عادي وأنا يفرق معايا حاجة على فكرة. ما تكبيش سيرتها. أهو مفيش نصيب خلاص. بصي على اللي قدامك ما تبصش على اللي وراك. أيوة كلامك صح. ايوه بصي بقى مين قدامك؟ لا 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 مين قدامك؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ لا مش شايف. طيب عادي. هي حكر فتحه يا جماعه. مع بعض يدينا مع بعض. ما عندوش اصلا مستوى. ما عندوش مستوى اصلا اصلا. مع بعض. احمد مطوع منور. احمد مفيش حد هيكسبني الجولة غيرك يا احمد. خلص يا احمد. مع بعض كلنا ايد واحده مع بعضينا كده. هو ما عندوش مستوى اصلا. ده انا عندي ونتين هياخدوا مني. رجاله مع بعض. ابشر ابشر يا اخويا. ما انا بشرة خالص. بشرة بصل وثوم. قال ابشري. انا مالي ومال شاكسون يا جماعه. مع بعض.
بس انت حلوت يا كروان قوي لي كده من ساعة لما سبتك. من ساعة ايه؟ لما سبتك. قلتني انا؟ كمان انا بقول له يصب بيبسي مش قصدي بيبسي قصدي مشروب الاعصاب. انا ما بشربش بيبسي. يعني انت يعني مش عايز ترجع لي يعني؟ ارجع لك هو في ايش رهان؟ يعني ايه في ايش رهان؟ يعني مش عايز ترجع لي؟ هرجع لك حاضر. احنا مش بينا وبين بعض حب؟ يلا نلعب رباعي وسكوت. حب ايه يا بنت انت فيها يا بنت؟ انت بتجرح مشاعري واحاسيسي؟ انت ليه قلبك قاسي كده؟ انت هتسيبي طوطة هتخش عليا انا ما اقول لك بعد عاوز خلاص انت ضيعتي كل حاجة. ما انت انت اصلا انا هضيع لك اي حد يجي يقرب منك عشان مش هتلاقي غيري بعد كده. طب يلا هتلف لفتك وهترجع لي. ايه ده انت بترجع ليه؟ عشان شفت بجد وحش يا دين ام اشتريت تكييف. تعالي تعالي قول لنا. طب من قبل ما ابوك يتولد واحنا عندنا تكييف بجد والله. انت عندك كام سنه عشان تقول كلمتين زي دول؟ بقول لك اشتريت تكييف. قولي له انت مالك يا كروان؟ انا يا مسكرة انت يا سكر بتحبك يا كروان. نبي تسكر يا حبيبة قلبي. مش انت بتحب كروان؟ الحمد لله. الو يا مالك فيك يا طارق؟ يا كروان امسح الشاشه عم احسب حاجه في عينك. في حاجه في عيني بجد؟ لا 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 ما فيش. اول لما دخلت في الدخله. في الدخله؟ ماشي. انت عامل ايه؟ طيب الحمد لله. انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لك عروسه موت شريحان. شريحان؟ ازيك يا طارق؟ عامله ايه؟ هتعمل لك صوره بكره وتمسك وتمسك صوره. انت كمان وحشتني قوي بجد. الله يا تاري. انا بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه. على فكره انا في المقطم. على فكره وانت كنت في المقطم ومجيكيك. ما اعرفش والله. طيب بقى ابعت لي رقمك بقى عشان نتكلم مع بعض بقى وكده. لسه شايف حضرتك دلوقتي والله. ما هو ده الصراحه يا طارق اخرك شرحان. مص عليك الله اكبر. يا اخرك شرحان يا جاب وش مقطوع. لا انت عمر يا عم الشرحان. على فكره طارق امور جدا على فكره. مالها شرحان يا كروان؟ انت قصدك ان شرحان وحشه؟ لا استاذ شرحان امر. لا طارق انا حلوه ولا وحشه؟ بتقول ايه يا اسطى؟ بقول لك انت زعلت عليها ما زعلتش عليا؟ لا هو ما قلش منك في حاجه. طب اللي اخرك شريهان ومش عارف ده بيقل مننا. طب اخرك شريهان دي يعني على اساس ان شريهان وحشه يا طارق؟ على فكره شريهان قمر على فكره غير الكاميرا خالص. لا والله العظيم ولا كروان انت مش سهل. انت عمو خالص يا تروق. عايز اغني لك يا تروق. كروان بقول لك ايه، ما كلمتنيش ليه؟ انت جيت ولا لا؟ كروان ايه يابا معاك؟ تكبيس لوم يكبس. تليفونك راكي يعمل ثاني الحوار. طورت يا شباب. رجعت من الشغل ولا لسه يا اسطى؟ يا كروان. نعم. البنت اللي بتحبك قوي. اي حاجه على الدرب. انت بتحب كروان؟ طب لا احنا عطاس كمان شيء. لا اي حاجه عطابه يا جدعان. شاري انت مرتبط يا طارق؟
ده توليت ده ولا ايه يا اسطى؟ لا مش مرتبط. مرتبط ايه؟ اه يا توليت. حبيبي يا فيصل. ده توليت يعني واحد على الدرج. تكسب الجوله دي، تكسب الجوله دي بعدين. تكسبوا ايه؟ يا طارق. ده حد كمك يا طارق. ايه؟ هتنزل مصر امتى؟ انا في مصر خلاص. طب يلا يا عم تعالى نتقابل يا عم دلوقتي. هجيلك دلوقتي حالا. انت مكانك فين دلوقتي؟ قاعد في الشروق. فين؟ في الشروق. في الشروق؟ ماشي. هتلاقينه قدام. انا معايا ريس. معاك ريس وانا معايا ريس. والله طب مين اللي يجي؟ انت تيجي لي وانا اجي لك. انت معاكي ريس ايه؟ ريس 2024. مش حاجة اسمها 2024. سكوتر يعني سكوتر. التيك توك ده كله عليا الصراحة. كله عاوز يروح على العباسية. وربنا كله. يا ربنا. عامل ايه يا طارق؟ عبد الرحمن. ايه قلب اخوك؟ الحمد لله يا ابو راس. كنسلت مدينتي. خلاص يا كروان، اكتر حاجه انت عملتها حلوه انك وصلتني بدرو. والله ما انك عندك حاجه. ايوه صح، اللايف عندك انت يا طارق. هو يا ست عليا الطلاق، السف عليا انا. يلا خلاص يا طارق. وبقول لك ايه، صل على النبي كروان عليه الصلاه والسلام. على السلسله اسمها ايه؟ لا انا ما نسيتش، عاوز اكلمك عشان نروح المشوار اللي قلت لك عليه. ماشي مدينتي، بيني وبين مدينتي 5 دقايق. شوف انت عايز تنزل امتى ويلا. ماشي خلصانه هكلمك. والنبي يا كروان خدني معاك. ربنا يخليك يا صاحبي. ماشي عليا الطلالة، الكش عليا انا. يلا ايه طارق زي العسل. الشتو يا شباب، انتك استلمته ليه؟ ربنا يخليك يا جدعان. هو ايه ده بجد؟ ايه ده نخسر يعني الجولة خلاص؟ مع بعض الشت. استنى استنى احنا هنطلع. لا سلام يا جدعان. سلام. على الطلق اخره يتكوي الشرحان. يا عملة ايه يا حاكر؟ يا كريم. يا كروان يا روح. كروان تحياتي نورت. تحيات. عاملين ايه يا جماعة؟ نورك يا جاي. اخباركم ايه؟ ما خلاص قلنا كويسين. انت ايه لوك 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 وخلاص تكرم طبعا. ما انا بسلم على حاكر يا عم، انا سلمت عليك. خلاص يا جماعه يلا خلونا نلعب جوله. البت في سطوه يا عم. في ايه يا عم كريم؟ كروان كروان خلاص يا كروان. ابعتيلي كده على الواتساب تاني. تعالوا بس نلعب جوله يلا. ماشي يلا. خط السطمة بقى. لا اكتبوها من اللي تحت. الكو 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 مين اللي جابها؟ انتوا لاعبين دي ليه؟ ما تلعبوا ال يا ارفض يا حد يرفض يا جماعه. انا قبلت. يلا فين يا كروان؟ انا في البيت عندك يا حبيبي. واو ماشي يا اصدقاء. الستاره ورا اهي. عسل. بقول لك يا كروان. نعم. يكسب كان معانا دلوقتي. تكبيس تكبيس يا اخواتي، نشد تكبيس. عاوز تجدعان كل اللي في اللايف على الواتساب يا حكر. اما خلص يا كروان اما خلص عشان على الموبايل ده. شباب كل اللي في اللايف. معلش بعتلي تلاقيها مش لاقيكي والله العظيم. ايوه ما شخص عمل القميص عشان يلبس اللي كابه الحاكر. كريم. ايه كريم؟ تكرم عيونك حبيبي.
اكره عيونك اللي انا مش شايفها. كروان خلاص تكرم عيونك حياك الله. هو كان هنا كروان دلوقتي. تمام يا حاكر انا مسكلك بس انتش كاتبه اسامي الانجليزي اطلاق. حبايبي نشد تكبيس تكبيس يا جماعه. بصوا يا جماعه انا خلاص قفلوا لي على الموضوع. اي حد بيقدرني بيعتبرني اخته او صاحبته ما تجيبش سيره الموضوع تاني. تمام مظبوط. يكرم عيونك هاجر تحياتي ليك. ما تسألش حاكر حقك عليا لما اشوفه بعيد ولا تخد الشيبه على بسهول. تكبيس 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 يا شباب تكبيس يا شباب. كل اللي في اللايف دي واحده. احنا قلت النهارده قوي حبيبي يا كروان. طول عمرك انيقه يا حاكر اقسم بالله. الله اكبر عليكي. انت حاطط فلتر يا كروان؟ اه حاطط فلتر. شكلك قمر. هي كده الفلتر اللي هو حارته وربنا اقسم بالله ما حطت حاجه. يا عم مش حاطط فلتر يعني. حلفوا بالله. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا ابني. الله في الله ايه؟ اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. انا بس بسال بسال الحق الدنج اللي فوق ده. ايه نقطه دبل دبل الحق خسه بيعب البلالين. خلاص يا بازا فندي حبيبتي يا جود قلبي كريم. بص 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 وريني يا فندم. وان مينت بليز. ما تبعتش حاجه لبعض. بص يا كريم ليا ثلاث عشرات. صلاح ما تبعتش حاجه قلبي. ما تبعتش حاجه بالله. الله يا ملك الله شو هالجمال يا ملك. اخصينا جمال وكمال اعطينا قوة العلم والمال. ارحب يا نون. قوة العلم والمال. نشد على الدبل. تمام انتوا نايمين ليه؟ هو يا كروان هو احمد حسن رجع امتى؟ لمت شويه الدعم. ارحب يا جوجو. يما. الو يا نور شكرا. تسلم يا نور. طنيت عليا يا كروان. مشيت حبايبي منورين. بص يا كريم الساعة الجديدة يا كريم ما شاء الله. ليه بقى؟ كام الساعة دي؟ دي ب 25,000 دولار. ما شاء الله. جايبها منين؟ من دبي. منين؟ من دبي. دبي. من دبي العتبة. دبي. انت جايبها من العتبة يلا وبتحور يلا. انا كنت من دبي في مول دبي. خلاص بس عشان لايف واكلمك تاني. دبي. كلم مين يا كروان؟ تمام شفت شركة كنيس. في واحد مسروقة منه ساعة نفس اللون ده بيقول انت كنت فين يا احمد حسن؟ خرجت فين اخر مرة؟ في مول دبي. مول دبي. بقول لك يا كروان. فين مول دبي تا؟ دبي في يا كروان يلا يا كروان. ايه؟ احمد حسن غير اسمه وقعد يعيط شويه والاحلام من شويه الدعم فاهم. الناس بقى اتعاطفت معاه واول مشطب قال لك كده مش ماكله عيش ما حدش هيحترمني ارجع اعمل نفسي عبيط تاني وقال لك انا مخاصي تاني. يلا يا محمد ابراهيم. انت ماسك بيزك ليه يا كروان؟ دي كلمات تعالى وحياة امك تعالى نعملها. لما نتقابل هنعملها تاني. اوكي لا لا اعملها هنا اعملها هنا على الله. لا لما نتقابل. هو كروان بس يا كروان لما نعملها الدور الجاي هنعملها في فيديو وننزلها مش في لايف. ما هي انا عاوز اعمل كده قسم بالله. هتعمل ايه يا كروان؟ هنعمل رقصه مع بعض في فيديو انا وهو. يلا عيد ميلاد حدى شيبة انا والله العظيم انا بعشقه. عيد ميلاد حدى شيبة يوم 16 في المقطم. ايه ده 16 9؟ في المقطم. لو كنت موجود معاكم هعمله. نور شكرا يا نور. ارحب يا خيري ارحب مع بعض. جوجو نورهان. نور. الصلاح كله يتيف واخواته كلهم. صلاح حبيبي. طب بص شاكسون بيجيب سيرتش ليه الوقت؟ خلاص بقى اقطع المحضر بقى. لا التعليقات كلها شاكسون بيشتمك. انا رديت غيبتك. يعني هو شتم كمان قدامك؟ قدامي شتم قدامي شتم قدام الناس كلها. قسما بالله اروح والله يا ابني يا ابني قسما بالله رديت غيبتك. هو مالك يا كروان؟
إيه؟ هو سمعك ربع ابن حرام بس انا رضيت. هو عشان يطلع ترنت على قفل بنت الخلبانه دي يكب لها حاجه زي كده. خلاص يا خلاص. طب ما يكبوا الام والله اخته لما احلاها يشوفوا بقى الكلام ده. فروان 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 بص انا نفسي اقول اللي حصل معايا الموقف. انا ولا جبت سيره امه ولا اخته عشان ليهم كامل الاحترام. لا طب ليه بيشتمني انا؟ بيقولوا لي الثلاث يشتمني. خلاص بقى ما تسعناش ما تسخنكش. ما هو شتمك امبارح ورديت غيبتك. لا ده شتمت الوقت هو الله. الريت شجنن الناس. اه والله العظيم اقسم بالله. والله العظيم ثلاثه يا جدعان الريت شجنن الناس. واحد يعمل نفسه ابن ابراهيم مخاصي والتاني يرقص عند الطوخ. يا ابن اللعيبه يا كريم. واحد هو عايز اقول لك على شيء ده نسيت. الفيديو اللي نزلته انت عند ابراهيم الطوخ ده انت بتسترجع الذكريات؟ ده كان مليون ونص. ما الناس كانوا يعني عاجبها بالصيغ القديم. ابراهيم التوخي بيفتح كل جمعه هيفتح بكره. بقول لك بيعشقك والمصحف بيعشقك. انا لما اجي القاهره اروح عنده. تعال نروح انا وانت. والله كريم انت كنت بتقول هتيجي انت كمان. انا قاعد في القاهره مش ماشي. خلاص يلا يا ابني انت في القاهره. يا ابني بقول لك اني امبارح في القاهره وقلت لي اعزمك النهارده. انا قلت رايح لهدى الشيبة مع الدبل النهارده. محمد رمضان يا عم كلمني. ها محمد رمضان مين بتاع بيلعب في الانتفاض من سويف؟ هتحصر محمد رمضان حقيقي بجد يا كروان. محمد رمضان لا لا اعمل له بلوك يا بنتي. في ايه؟ طب كلمك ليه؟ ليه عاوز ايه؟ كلمني على رقم اخوه. يا ابني محمد رمضان قايلين يا جماعه ولا ايه؟ عايز ايه محمد رمضان منك قول. انا عملت له بلوك من بعد ايه كوكاكولا ايه كوكاكولا والكلام ده. اه واخوه قصدك على ده؟ كلمني هو كلمني من عند اخوه. قصدك على ده؟ ما تقعدش تحسر بقى يا كريم بتضحك على يعني. طب وبعد ما اكلمك بعد الواد ده؟ ايوه انا برضه هبلكه الواد ده. هو يعني عايزك تعمل له ايه يا كروان؟ عايزك ترجع له الفولو ولا عايز ايه؟ لا بيقول لي ما تكبش سيرتي تاني والحوارات دي. قلت له انا لا. مش هجيب سيرتك عشان اطلع ترند. انا ريتش عالي. انا اقل فيتش واقل حاجه مليون و2 مليون. انت مش محتاج فلوس اللي انت تعمل. ايوه صح. تامر حسني لسه قافل معايا من شويه كان بيتكلم في الحوار ده. صح واقسم بالله عملت له وعامل له بلوك مقسم. أيوة بالله كروان ثواني مقسم بالله عامل له بلوك من عندي. اه يا كروان افهم يا وان. بقول لك عامل لهم بلوك. اعقل الكلام يا كروان. بقول لك عملت له بلوك. الكلام يا كريم عادي. انا عامل لاصاله بلوك. ايه المشكله؟ ممكن نبلغ اي حد احنا عاوزين نبلغه. بس هل انت كلمته فعلا؟ اه والله العظيم. احلف بالله يا عم. في ايه يا كريم؟ انت بتقل مني كده يا كريم. يا عم انت عبط الدنيا يا عم. انا مش قصدي اقل منك. ثواني افتح هاني شاكر وجاي. حبيبي يا فنان اخبار حضرتك؟ نورت الدنيا. الله يخليك. الله يبارك لك يا فنان. شرفت جدا بك. بسبب الكلمه دي هتخليه شريك. كلمنا ابو ليلى. ابو ليلى ايوه حضرتك اول مره يا فنان. اشرب حاجه. ده هاني شاخر ده. اشرب حاجه بجد والله يا فنان. حبيبي يا فنان. طب وبالنسبه لطه حسين اللي ممكن سمعنا بس جيب السيرت من فضلك واشرب الاحتكاك. يا استاذ من فضلك واشرب الاحتكاك من فضلك. والله انتوا اللي طمكوا معسل يا هاكر. الجوله الرسميه بتاعتي الساعه 12 بالليل. انت تلعب جوله رسميه مع مين؟ مع واحد اسمه عبد الله من الامارات. ايوه كده يا عم السيد. ايوه كده يا عم السيد. روق عليا بجد. ما تقلقش يا كرم. طمن الجوله ليك يا كرم. ما تقلقش. ربنا يخليك يا حبايبي. نشد تكبيسي حبايبي. احنا كبسنا. لو كلنا كبسنا دلوقتي والله بنجيب سكور حكم. نضغط على الشاشه ثلاث مرات. بقول لك لا ثلاث مرات كلنا كده مع بعض. جربوا. بقول لك ايه؟ جربوا كده. جربوا. انا بكلمك. ها؟ تقول ايه يا كوك؟ لازم تجري في الجوله الرسميه يا ماما. هجي لك يا كروان ان شاء الله. احلى 10 وردات ليك يا حبيبه قلبي. والمصحف كفايه وكوتك يا عمري. قلبي يا والله. يا احلى حكوره يا حكورتي. لا انت كفايه وكوتك وربنا تيكفي عنتي. كريم احمد ابراهيم
كلكم نسمتكم يا كماعة. خد المكالمة طبعا هتسجلها ونازلها. طبعا يا غالي المكالمة بتاعتك متسجلة ونازلة يا معلم. مكالمة ايه الكلام؟ طبعا مش عارف ازاي مش مكالمة الكروان مع مين؟ فيما بعد تبقى ابعتها لي عادي يعني مش واقف ما تطلعش حاجة على اللايف. يا سيد اعقل الكلام اعقل الكلام يا سيد روح يا سيد. يا عم انت مين ساعة يا عم؟ ده منزل لك فيديو. ده منزل لك فيديو يا اسطى. يا سيد يعني سيبك انا ما اعرفوش تاني مقصر لما تروح فاضي القصر. اعقل الكلام يا سيد روح يا سيد. لا روح لو قبلك هيديك دماغ. طب وبعدين حالتي شغل على ايه يعني؟ كريم انا عندي جولة رسمية عشان تكلي يا كيمو حاضر النهاردة. ابشر يا صاحبي امتى؟ لا يا عم انا مش عاوز حاجة انا عاوزك تقف معايا وكوتك في اللايف بس يا كيمو. ابشر ابشر امتى الجولة بس؟ الساعة 12 بالليل بتوقيت الهند. انا معايا والله يا كريم 10 وردات محيريني ان شاء الله من نصيبك يا كرامة يا حبيبي. مفيش بص انا مفيش دابل مش هفتح. كفايه وكوتك يا قلبي يا انت اللي في الحته الشمال يا حكوره. لا والله وربنا اكر العش يا كمان. تكرم يا كمان حياك الله. انت مالك كده يا خالتك؟ هي خالتك انت مالك كده؟ الطاوله يا عم شيلوا التكليف تعيش يا اصدقاء لوحدك الجوله دي. يا انت مالك يا احمد يا حسن؟ هو بيقول لها هي انت مالك كده بحقيقة. انا عاوزكم تتجمعوا الساعة 12 الا ربع عندي عشان هفتح من 12 الا ربع بكرة. جماعة عايزين سكور حكم يا جماعة نشد نجيب سكور حكم كلنا تكبيس كلنا نشد تكبيس خلاص عشرات تتجمعوا. طيب الجولة ما تروحش. بقول لكم ايه مساري فل احنا 3000 وحاجة في اللايف اخو احنا 4000 كلنا ضغطنا على الشاشة بنفجر ام الجولة والله بنفجر ام الجوله شباب كل شير يا الكواحل مستنيك بكره يا خالي يا الجوله الرسميه يا كريم. ايه بص إيه يا اخي استغفر الله العظيم يا رب يا اخي ده الحيوان الحمار بيقول يعني حرام انت بره هو في الزريبه ايش رايك؟ والله تقدر تعملها تقدر تعملها اعمل ابوها اهو تعالى حبايبي ورد 35 ورد رجع البتاع تاني عندي قوة الدولار جماعه ركزوا على الضرب يا جماعه بص بقوة الدولار يا دم بقوة الدولار بقوة العلم والايمان في المصطفى محمود خد علاقات في الدنيا كلها اخواتي وحبايب قلبي من جميع انحاء العالم اخواتي العش قسم بالله بكره الساعه 12 بالليل جولتي الرسميه هفتح الساعه 12 الا ربع الناس تجمع عندي كلها وجودكم شرف ليا ماشي يا تاح بس على الاخر قسما بالله انتوا اخواتي وانتوا اللي عملتوا اسم كروان مشاكل اللهم صل على النبي فيتشو في ساعه كام مليون كروان الدغ في حرف ايه؟ الدغ في العربي اهلا اخوات في الدنيا كلها يا جماعه انا افطاري يا اما فول وطعميه فكوكم بقى قلبي حين حين حبيب قلبي انا اول مره اعمل جوله رسميه بكره ان شاء الله الساعه 12 بتوقيت مصر عاوز كل بص يا كروان انت بتقول كلام مفيد وقسما بالله بتقول كلام مفيد ايوه بس عيب فينا احنا المشكله فينا احنا بس خش يا شباب اتفرج يا دمجة اللي فوق انت احمد حسن بس يا يا كروان والنبي لما تقابله عند حوضة زغرفه واحد ابن حرام عشان هو وحشه لا يا عم عيب عليك انت احمد حسن اختي الصغيرة والله يا جدعان الكروان في عيد ميلاد اسماء اداله بتاع 4-5 بس محدش خد باله
والله حصل والله كان عاقب الموضوع قوي. خدت بالي قولوا القرآن وربي خدت بالي ان هو بيقرب منك عشان كده عشان تفترسه. كان عاقب فعلا الموضوع يا كريم. يا احمد يا حسن انت هل انت يعني وانت صغير كنت شغال مع سباك؟ ايش؟ ايش؟ لك فرغيف عيش. وانت صغير يعني كان المعلم بتاعك بياخدك في حتك المواسير؟ ايش؟ يا كروان شفت جسمه عامل ازاي؟ اخويا نادين شفت جسمه عامل ازاي؟ جاي من تحت تحس ان هو عيلة الهان شفت؟ متطور جسمه حلو. كروانا لازم تفهمنا غلط. ايه اللي حلو؟ يا نهار جزت يا كريم. هو ايه اللي حلو يا كروانا؟ يعني ما شاء الله بتاع احمد حسن طويل وعسليه. ايه ده يا عم يا غبي انت كده بتعميها بتخيبها. لا لا بس عشان ما نتفهمش غلط يا كيمو. ما انت قلت حلو بلذه كمان حلو. يا جماعه لموا الكفاصات لعيون ابوك. طويل جدا. لموا لي الكفاصات لبكره. تكبيس يا جدعان، جدعان تكبيس. علي الطلاق لو ابو علي كلم في الكونة الرسمية ما يخلي حد. قفاز يا رجالة. بقول لك ايه يا اسطى الواد انت هتلاعبه ده عيل ما شاء الله عليه عنده مستوى. هيدقك. باين كده والله يا كريم. بجد الواد بيفتح الدبل ب 1000 نقطة يا اسطى. مش عارف اعمل ايه بس ربنا يفرجك على بعض. حكر سليم كريم محمد مخواصي الله يسعدكم يومكم سهل فل يومك جميل يا روح قلبي ما والله ان شاء الله معاك بكره يا كوكو ما تقلقش قلبك كوك ربنا يسترها الان والله الان والله يا شباب نشار ونكبس عشان بكره عاوزكم كلكم معايا كمان شد تليفون فتحني فتحني مقصر هقلد لهم حاجة يا كروان هقلد لهم بس بص الأغنية دي البنات كلها لما بتيجي تغنيها بيعملوا ايه بيقولوا يقعدوا يعملوا بوس كده ويبقى شكلهم تنح تمام؟ فأنا هشغلها لهم وأقلد لهم بقى بيتعمل عليها ازاي ماشي عشان ما تستغربش انت عارف انت غير المكان؟ لا انا في شقتنا نلعب ثنائي ولا رباعي؟ تعالى نلعب الأول واحدة ثنائي وبعدين نعمل واحدة رباعي ماشي يلا يلا بينا يلا بينا استنوا بصوا بنات رزله استنوا هعملها كده كلهم بجد كلهم بيعملوا نفس الحركات استنى تكبيس من النار يا جماعه عشان ما تنرفز تكبيسة ثلاثة عشرات بنات رزلة يا محمود يا محمود ويلكم يا هلا محمود التونسي يا قلبي يا قلبي تكبيسة ثلاثة عشرات يا نوح يا محمود
من يدخل اللايف يا جماعة. محمود يعني الرجولة يعني الرجولة يعني الرجولة يعني الرجولة والمجدع. يلا يا شباب مع بعض تكبسة يا شباب. يا محمود يا محمود يا محمود حبيب قلبي والله العظيم يعني أنا توصل لي نبذة بس من وقفتك معايا ومن كلامك الحلو يعني والله العظيم. انت يلا يا شباب مع بعض يلا نفتح ورود يا جماعة ورود ورود لطيف ورود نفتح الدبل عشان وربنا اللي هيبعت ورد لطيف وربنا العروبة قلب تفتح مع بعض ورد يلا ورد 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 مع بعض عايش 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 يا محمود ما فتحناش الدبل عادي ولا يهمنا ولا يفرق معانا احنا بس تكبس يا كوماندا ثانك يو هو انتوا كلكم عمالين عايزين الجوله يا شباب انا هخسر يا رشا رشا يا حبيبه قلبي شكرا تسلمي لي بشوف كومنتاتك الجميله على الفيديوهات تسلمي يا قلبي انا خد بالي دايما من الناس الجميله اللي بتحبني يعني دايما ببقى فاكره اساميها كروان مين اكتر ناس بتبقى فاكر اساميها دايما الناس اللي بترضيك وبتضايقك ولا الناس اللي بتحبك الناس أنا مش فاكر اصلا حتى اللي اسم خطيبتي بس ياتي ياتي الحبي ياتي 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 هي خطيبتك اسمها ايه لا ما ينفعش اطلع اسمها اللايف ماشي يعني وكده سر هو مش سر بس ما ينفعش ماشي طيب انت بتحبها بقالك قد ايه اللايف كله كتب لي اسمها يا كروان ده انت عايش في مويه النخل يا غني ده كسف مش في الساعه الحقيقه اصلا سيد ثانك يو خلاص يا جدعان عرفت الاسم ده احنا انتوا ما شاء الله يا جماعه اقسم بالله عمري ما بعطل في سؤال الا لما تجيبوا لي المعلومه وتيجوا تفتنوا في ثانيه انتوا ما شاء الله عليكم حبايب قلبي قواريب كلكم قروبات كده قروبات كتكوت ده نزل ولا لسه هو ليه ما ظهرش تكبيس ايه ده هو كتكوت ليه ما ظهرش عندي غيره لسه يا كماحه انا شفته كله حكايه قطتي ما طلعش هنا تعمل ايه يا اسطى ايه لا ما نطش كده يلا يا شباب مع بعض تكبيس مين الكتكوت؟ حتى توتا ما تخالتش عشان اقول لها الكولة الله نعمل ابو علي ما تخالش عشان اقول له على الكولة وانا مش هشير ولا اقول له حتى على الكولة خالص حسد وكتاكيتي؟ كتاكيتي ما بتظهرش دي انا حياتي صعبه خالص مش درجه بكره يا كمان كتكوت كمان الكتاكيت عندي مش بتظهر ليه انا عارف سيبك من الكتاكيت ده بكره الكروان هيتحط عليه يلا نلعب رباعي عشا على تكبيس يلا نلعب رباعي لحد اشوف موضوع الكتاكيت دي ده انا الناس كانت بتحلف بكتاكيت ابو محمد عندي ايه اللي حصل؟ اتحسدوا اتنقروا عين قعدت اقول متغذيين وكتاكيت مزارع وكتاكيت مش عارف ايه ضاعت الكتاكيت ضاعت المزرعه لا حياتي صعبه قسما بالله انا عايشه بالكتاكيت دي يعني انا اصلا ما فيش حاجه في الهدايا بتبسطني قد الكتكوت كيمو يا يعني كيمو تمام عاملين ايه يا جماعه يلا نلعب رباعي كريم ازيك عامل ايه؟ يا قمر عامله ايه؟ الحمد لله كروان انا ليا حكم عندك اما نبقى لوحدنا هحكمه لك عشان احنا دخلنا ماشي يلا ركله ركله مع البنات والحريم مع الحريم مش كده بتلعب مع مروه انت؟ لا بلعب معاك انت يا ابني انت يا كلمتي اللي انت بتقوله ده اللي حصل اهو ظهرت مروه مالها؟ اهي اللي حصل معلش كنت حبايبي نشد تكبيس مع بعض هقدر عامله ايه كريم عامل ايه؟ عامله ايه يا مروه؟ عاملين ايه يا جماعه؟ الحمد لله كويسه كتاكيتي فيهم مشكله هي ايه يا يوكا؟ رساله ايه اللي بعتيها يا حمد؟ شباب تكبيسنا فين؟ تكبيس تكبيس كل اللي في اللايف تكبيس لحد ما نشوف تكبيس ايد واحده تكبيس تكبيس حبايبي تكبيسنا احسن من كده بكتير تكبيسنا احسن من كده كتكوت اهو في كتكوت كمان جه كتكوت ايه؟
الكتاكيتيا يا كريمه اللي هي بتطلع هنا دي ليه عندي مش بتظهر؟ انت ارجعي ورا كده اهو. انا بكره رايح خالص اهو، انا دايما ببص على المكان. القاعده الاصليه. هو الابديت الجديد ده فيه حاجه يا جدعان؟ يا عادي يا كيمو يحصل معاك يا كريم. بيقولي الصوت تابع عن الصوره. لا لا انت فاهم كده ايه؟ الصوت كده تمام ولا لسه؟ مروه هما بيقولوا لك الصوت تابع عن الصوره صح؟ الصوت متاخر. طب استنى. ايوه ايوه اطلعي من التيك توك وادخلي تاني. افتحوا الدبل يا جدعان. عندي وعند الكروان افتحوا الدبل.